نرجع مرة جديد مرة تانية ونتواصل مع كل الناس اللي بتتابعنا عبر المساء الجديد. والله ما عرفت أقول شنو صراحة، أنا الكلام راح ليه لأنه الضيفة دي اللي حتروحنا بجد. أرحب بكل الناس اللي انضمت لنا ومعنا، يعني ضيفة مختلفة جدا جدا، وضيفة عندها مجموعة من التفاصيل بتخليها إنها هي بالفعل تكون مختلفة. عنوان الفقرة ما بين الإعلام وتأثيره يعني على المجتمعات، هي شابة إعلامية عندها تجربة قد تكون بسيطة لكن عندها تأثير واضح من خلال اكتسابها لسبع لغات. سبع لغات يعني لا واحد لا اثنين لا ثلاثة، سبعة. نحن بنرحب بك محاسن عاطف إبراهيم معنا الليلة عبر المساء الجديد، وعايزين نتعرف على التجربة الغريبة الملفتة اللي أنا صراحة مندهش بها الليلة. مرحب بك. مرحب بكم ومرحب بكل تيم مساء جديد وكل العاملين بقناة الأزرق والمشاهدين كمان. بحييكم والحمد لله. هي اللغات جات من وين؟ يعني إنه أنا لما دخلت جامعة خرطوم كانت عندي أمنية إنه أنا أقرأ كلية الآداب لغة فرنسية. نعم. بس الظروف كانت إنه أقوى مننا، يعني كان عندهم رينج معين في الدرجات اللي بيحصل عليها الطالب عشان يدخل القسم اللغة الفرنسية، فما تحصلت عليها. فدرسنا علم النفس والتاريخ والفلسفة ودخلنا في، يعني دخلت في يعني مع الناس الجروب بتاع اللغة الفرنسية، وحبيت إنه أنا أدخل معهم كمستمعة. نعم. فساعدتني في الموضوع ده مدام ياجي رحمة الله عليها ومدام حفيظة رحمة الله عليها، ساعدوني على الحاجة دي ودخلت بقيت مستمعة مع طلاب بقسم اللغة الفرنسية، وشاركنا معهم في أسبوع الفرانكوفونية. من الحتة دي تعرفت على كذا شخصية. نعم. الشخصيات اللي تعرفت عليها كان عندها دور كبير في إن تخليني أنا أقدر أتعلم كذا لغة. نعم. فقررت بيني وبين نفسي إن يا أخي دي هوايتي وأنا حباها ولازم أتعلم كذا لغة. ممتاز. لنفسي. طيب فالحمد لله، يعني حالياً أنا حتى شغلي الحالي ما بشتغل في مجالي اللي هو علم النفس، لكن شغالة في مجال اللغات أكثر. نعم. أستاذة محاسن، طبعاً يعني الحصول على سبع لغات بجانب الإعلام ما بيشيل هين. أكيد. أنا ذات ممكن أكون أسي حالياً صديق برضو ما أعرف أقول شو، يعني صديق توتر في البداية وبعرف بك، أنا ذات أسي وتوتر أنا حقول لك شنو. طيب نقول روسي، نبدأ بالروسي كده. أوكي. أو الله بلغزلافي محمدا إسميو محمدا تاجيكاك بلغزلافيل تي إبراهيما إنا سميو إبراهيما نسباشيب لكداتنا محمدا إنا سميو محمدا تاجيكاك نسباشلالنا إبراهيما إنا سميو إبراهيما بابسيخ مغاخ إستنا تزاستويا بخفلي إسلافي. دي الصلاة الإبراهيمية باللغة الروسية. أنا حبيت إنه نمشي للصلاة الإبراهيمية باللغة الألمانية. طيب ممكن تدينا حاجة مختلفة. جود زيجن محمد زيزاين فاميليي زيزاين زيجن شبوخ أو في إبراهيم إن دين بلتن. هي بس لأنه إحنا ما بنترجم ترجمة حرفية، فهي ترجمة بالمعنى العام بس. طيب بس هذا بعد نرجع لموضوعنا في الإعلام برضو، يعني ما هو المطلوب في الإعلام إنه يكون مؤثر؟ الحياة الممكن تكون مطلوبة شنو عن هو الإعلام يكون مؤثر من وجهة نظرك الشخصية؟ شو من وجهة نظري الحقيقة، يعني طالما إنه المادة الإعلامية المنقدمة سواء كان يعني هو ذاته الإعلام في حد ذاته هو ثلاثة منصات اللي هو الصحافة والإذاعة والتلفزيون والأخير هي السوشيال ميديا. فطالما أنت عايز تقدم مادة عشان تقدر تأثر بها على المستمع أو المشاهد أو المتلقي بشكل عام، يعني الحقيقة لازم يكون عند الحقيقة لما تكون في المادة بتصل لقلوب الناس كلها، بتصل لأفكار الناس كلها. فأنا شايف إنه يعني الحقيقة ده لما إنه بتقدم حقائق دي الحاجة أحسن من التزييف يعني. بالضبط كده. خلتينا نسرح معاك يعني في مجموعة من الموضوعات المختلفة، وزول دائما بيكون مندهش يعني لما الزول يكون عنده تفاصيل عن ثقافات مختلفة الوصول لها بيكون فيه نوع من الصعوبة، محتاج لقدر كبير جدا من رغبة الزول هو، والله يا أخي أنا عايز أتعلم لغة الغير عشان أنا أتعلم ثقافتهم عشان أنا أتعلم مفاهيمنا اللي مرتبطة بالحياة. خلينا نمشي برضو حول الجزئية المرتبطة بالإعلام الشامل، هو بيمنتج هو بيخرج هو بيقدم المحتوى بتاعه. وانت برضو يعني عندك الموهبه دي كمان. صحيح. هي الموهبه القدح المعلى فيها يرجع للاستاذ عبد اللطيف احمد حسن كبير، اللي هو اصلا لما انا تنقلت من يعني حسب السلم بتاع الشغل. نعم. جيت تنقلت في القياده العامه الاداره العامه للتوجيه والخدمات قسم الاذاعه والتلفزيون. نعم. فاستاذ عبد اللطيف قال لي يا محاسن ايه رايك انك انت يعني تحاول تقدمي حاجه؟ ف
فبدينا بالموسوعة العسكرية. عندنا برضو كان نشرة اتفردت بايز عطوات المسلحة كانت باللغة الإنجليزية كانت الساعة 8، وكان عندنا نشرة برضو باللغة الفرنسية الساعة 6. بعد كده كمية من الزملاء ساعدوني برضو في أنه أنا أكون زولة منتج ومخرج ومقدم ومعد، فهم لعبوا دور كبير في صقل الموهبة. فالحمد لله يطلعونا يعني دوني شهادة وكنا بجد يعني الحمد لله يعني شهادة الجميع الحمد لله يعني ما شاء الله الحمد لله وصلنا مرحلة كويسة يعني الحمد لله. أستاذة محاسن طبعا حاليا يعني العالم كله أصبح غرية صغيرة، والعالم يوميا في حالة بتاع تطور وفي حالة بتاع حداثة، ما في حاجة ثابتة، دائما في التجديد. هل العولمة ممكن تكون أثرت على الإعلام؟ أكيد طبعا. القرن 21 كل يوم فيه تطور، كل يوم فيه الحركة سريعة في التطور. يعني السوشيال ميديا لعبت دور كبير جدا. يعني لاحظت انه حاليا الناس يعني ابتعدت ابتعاد كبير من التلفزيون، من الاذاعه، من الصحافه، اتجهت للصحافه الالكترونيه، الفيسبوك، الواتساب، التيك توك. يعني دي الحاجه دي لعبت دور كبير في انه يعني تبعد الناس من المنصات الثانيه. ففعلا هي عملت. استاذة محاسن عفوا على مقاطعتك، بس حنطلع فاصل علينا ونرجع نتواصل معنا في باقي هذا الحديث الشيق ان شاء الله. نرجع مره ثانيه ونحن في الجزء الاخير من حلقتنا، نرجع مره ثانيه لاستاذة محاسن ونحن ماشيين يعني في الجزء الاخير من حلقتنا، ومبسوطين صراحه بالونسه معك. لكن قبلك بين الفاصل كنا نتكلم عن تاثير الاعلام، انه تذكرتي انه يا اخي الوضع الآن الموجود حتى تناول الناس لبعض القضايا في السوشيال ميديا في بعض الأحيان قد يكون غير مناسب، والطريقة ما بتكون مقبولة من كل الناس. أكيد. أعرف أبدأ من وين، لكن هي يعني مثلا زي ما ذكرنا قبل شوية الفاصل، إنه في حاجات بتكون خصوصية بيقوموا بعض الأشخاص بصوروها بينزلوها في السوشيال ميديا. نعم. الحاجة دي عندها يعني أثر كبير سواء على الأسر سواء على الأشخاص في حد ذاتهم. الحاجات دي بتعمل مشاكل كثيرة. يعني مثلا زواج اتصور اتنشر على السوشيال ميديا، تعليقات سيئة، تعليقات إيجابية، تعليقات سلبية، حي بتأثر طرديا على باقي الأسر. يعني تلقائيا هسه بقينا نشوف شنو، إنه كله ما بقت فيه مناسبة أو حاجة بقولك والله لا ما دارين تصوير، يعني ممنوع التصوير عشان خايفين من الحاجات زي دي. فزمان المناسبات كان شكل وهسه المناسبات بقى الشكل، بقت فعلا دخلت حياة جديدة، وده أثر سلبي من أثر الإعلام اللي هو الخاص بالسوشيال ميديا. إن شاء الله نتمنى الحاجة الزمان ترجع، والحاجة السمحة اللي كان في غيامنا السودانية ترجع. زي ما بقول في كلام بيقول زمن الزمن زين والشعر مواطن الاثنين. الحياة دي طبعا ده مساس سوداني بعيدة عليك انت. انت مفترض تكون عارفة قبالي بالمناسبة. ما في مشكلة. يعني ولا لسه صغير في السن. صغير بكرة بتكبر والدنيا بتعلم. الصغير مصيره يكبر. سادة محاسن يعني برضو وانت ملمة بعلم النفس، دي يعني من الاشياء المهمة جدا. انا حابب انه يعرف علم النفس بضيف للاعلام شنو؟ والله كونه انه زول يعني بعرف علم النفس أو عنده علاقة بعلم النفس، الإعلام في حد ذاته فيه حاجة اسمها الحرب النفسية. يعني أنا عايزة مثلاً أقدم مادة وعايزة يعني أسقط على مجتمع معين أو على أشخاص معينين، فبضطر إنه بقوم بعمل مادة يعني المادة محتواها بيأثر على الناس اللي أنا أصلاً دايرة أو على المجتمع والأفراد اللي أنا عايزة أوصل لهم المعلومة. فعندنا أستاذ أحمد خليفة الشامي، هو كان أستاذنا الحرب النفسية وفي مجال الإعلام، وهي كانت فقرة عندنا في برنامج الموسوعة العسكرية بتتكلم عن الحرب النفسية وأثرها على المستمع والمتلقي. فبرضو كزول بتعرف أو عندك إلمام بعلم النفس ممكن تكون عارف وملم بالقضايا والحاجات اللي بتأثر على المجتمع، فبتحاول تقدم مادة فيها نوع من الإيجابية يعني تقدر أو أنواع من المشاكل. يا سلام عليك، نحن شاكرين جدا لحضورك اليوم معنا عبر المساء الجديد. استمتعنا صراحة بالونسة الجميلة دي، ولو في كلمة أخيرة ممكن تقولي فيها شنو؟ والله نقول إنه إن شاء الله كل الناس تكون بصحة وعافية، وإن شاء الله السودان يمشي للأفضل،
ونمشي للتطور ونلحق باقي الدول. وربنا يدي العافية. وعندي كلمة أخيرة لتيم مساء الأربعاء. حقيقة أنا يوم الأربعاء هو يوم مميز عندي جدا، وأنا أحبه جدا، ومتابعاكم كل أربعاء. وتحية من هنا الأستاذة مودة حسن. وعندي هدية بسيطة. يا ريت لو تكرم الكنترول وجابوها، وكل التيم اللي قدروا يعني يشرفونا هنا في الاستوديو، هي عرب محبة بيننا وبينكم، وإن شاء الله ربنا يديم إن شاء الله يا رب. نحن شاكرين لك جدا على الهدية، والهدية موجودة وصلت خلاص تماما، كتر خيرك. اتبسطنا بك، كونك انك انت جيدينا دي في حد ذاتها هدية. كان هننتظر الكنترول هو هيجيك على الهواء اللي عرفونا المحبة، وانا ضيف الليلة في يوم الاربعاء، يعني انا زول محظوظ جيت في وقت الهدية. طيب نحن هنطلب من زملاء هيدخلوا لنا الهدية الظريفة قدمتها لنا. الراحة يا حبشي. محاسن خفف رجلك. شكرا لك، شكرا لك يا شكرا لك يا حبشي، كتر خيرك. وشكرا لك يا استاذه محاسن يعني على الهديه اللطيفه والجميله، وفيها البلو نايل، وده يوم الاربعاء ومساء الاربعاء. بختك التعقيب عندك يا صديق، لانه انا ضيف، انا بعاين، انا ضيف. يا اخي انت ما ضيف، انت سيد بيت، نورتنا. انا بشكر كل الناس اللي تابعتنا على مدار حلقه اليوم. شكرا محاسن، شكرا لفريق العمل اللي بيخرج وبيعد وبينفذ وبيجتهد على اساس ان نقدم لكم اجمل ما يكون. شكرا على الهدية الجميلة. نحن حلقتنا انتهت يا عثمان. شكرا يا صديق والله، وسعدت يعني بالمشوار المسائي معك، ونعمل ان شاء الله نكون وفقنا في تقديم فقراتنا بإذن وكل الله. السادة المشاهدين يستمتعوا، كتر خير جميع الناس في الكنترول، من المصورين الى المنتجين الى المخرجين وغيرهم. وتحية خاصة لك يا صديق، وهو العمل معنا. شكرا لك كثير، بختك غايته، كتر خيرك. هاي بس طوالي طوالي. تفضلوا معنا كل السادة المشاهدين وكل الناس معنا الى جديد الملتقى. في امان الله.
نار الأشباح يا سما الأرواح من طرى الأشباح يا سما الأرواح حيث تروي طهرك الأملا تجعل الفنان عبقري الخيال لو نظم أشعار أو عزف أوتار لو نظم أشعار أفكار والعقول تحتار يا جميل يا ما في الجمال أسحار أنا في شخصك أحترم أشخاص وطبعاً عندي احترام